يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. إيه مثلا يروي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن دين في محمد صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي مثلا الحديث قلنا في مشيح صلى الله عليه وسلم إسعانا زيدا قرآن ذر بين اقتصر بين الأميس يتكس اخشلون افتخنا بتخميما العلماء غس أبروح أدي فر شوية العذاب في ذري، ولكن ما دي في الحديث قد جو غير وذلك سحان ألا يتصرف بهم الأمينس يقادوا شبيع النبي صلى الله عليه وسلم إيوا يقين ويدي جلي عربيان باش ربي الأمين، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. خزر كان الحديث قيم شبيح أي مثلا إنسان زيد القرحان فلاس إذ بنغث ذرث قمذان فلاس إذن ثلاث من المجتمع فلاس إذن ثلاث من البشرية سيكميس العيفة الدولية سيكميس بعدين كل المعنى يفيد العموم. مرة كل مولود خرم بوين أردي لن خرم من اللوفان أردي فغند تعبوت قماس ذكر هذا الانتع إنه يسرد في الفطرة يسرد في الفطرة معناه يسرد في فطرة من الإسلام الفطرة من الإيمان في الدين الحنيف. سبحان الله كم يتمثل يند ما دلالة في الفطرة في الإسلام شوية سيدي يتسير مفال إن دي في الإدية في إيمويانيس إيمويانيس على حسب وقت ميد يوفى آثرا يوفى إيمويانيس ذو ذين دليون آثرا ذو ذين يفد إيمويانيس ذي نصرانيين أثر من نصرانيين يفد إيمويانيس ذي مجوسيين أثر من مجوسيين. إيمد يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المثل إيمد أم البهيمة بهيمة ما تسعود ثوناس لوفانينيس ميس نا 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 عمشتو يتسمى لوفانينا ديالي الدلالي كلي الدلالي الخلقينس أكلت يا غي حال، ولكن يند ذفوسي لنا ذفوس العذ آثي غيرا المؤثرات الخارجية يند ذو ذينك المحيط جدي الزين ذين آثي غيرا يند أسجز من شنفيريس ناسي أسجز من نزاريس ناسي أسجز من أمزوريس ما كان خدمنا البهائم شوية من الخلق نسيدها ربي والخلق سبحانه وتعالى كما يتمثل. خذ كان يعني الحديث اللي مش ليه حياة مثلاً كسعة زي ذين 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 مقرن يحميه أقصد يقرب دي العلماء ذي أما ذي ثمرة الغرفة معنا عند اللذن إن نأخذ بليم لوفان يتسيد يتسود كرم من العوامل الوراثية مثل يتسرن إذا يتسرن ذي العبقري إذا يتسرن ستنجيني إذا يتسرن جيرنا ليوث الجهة باش هذه الشعور يوض الصفة يقوتي بكالك من ذي ثلاثة يديرون يديرون يدمثل وسيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يمد خاطري ندلع اللفلث مرة يعيفذ مرة من دوني ذاك وتسلم ذاك اللفلث وتسلم مرة كيف كيف على فطرة الإسلام كل مولود يولد على الفطرة مرة أكوى تسير نضغى في الفطرة ودي تسوي لك على الشر ذي مادية ولكن ذي الخير دي يتسوي ذذري دي الهان يتسير لك ذخل قدري ذي الصيحة اللي قلنا فور يتسوي التواريخ في استشبعات. أما من نيز ديانا إرقرقنا
اديتيه لوفان وديت ولكن انا المعلومات يدس نخلت موسي يدس سي ربي موش يحس سبحانه وتعالى يقال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وكنت شغل اذا في قلو فلا فاكر اذا قلو فلا من دوليت مرة اذا الشيخ لكم اذا بيد الروح اذا عباد الجمثون ينادوا دقمال ودقمال ثلاثة مسلمين الله خذ كان مثلا اترنا مد مد نطفة نطفة ورقاس اقدر البوايد اللي تنطف مرميين دي 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 نعم دي دول الخلق من اللوفان أنت لا تخي إن النطفة نعم مثلا الجو اليهودي إلى غير ما نصفة يهودي إلى دخل النطفة نعم لا ماذا نصفة يهودي إلى دخل البويضة اللي تنطف لا أدفع النطفة ونصرانية أنت لا إلى غير النصرانية إلى دخل النطفة نعم ماذا البويضة تنطف تنصرانية إلى كتن لا الصفة تنصرني في لا دخل البويضة من لا إذن الخلق سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى كيف كيف الدرذوك اللوفانة الدنيا مرة الدرذوك اللوفانة نسيم الدرذوك اللوفانة وذاي الدرذوك اللوفانة نصرني الدرذوك اللوفانة ماجوسيم الدرذوك اللوفانة أكو كن فغولي مرة الصفة نسل نغديانة نسل مرة يبوي نسل أبن الدماء أبن تسرسك الزكاة متخزرة أذن تفض كيف كيف إذن كل لوفان أذنين أكنا كيف كيف أكو يتصالصان كيف كيف أكو اللي الجيس اللي نخدم لكني نوهيني غير شوهي لكن اللي أسخز عبد السفة تنسوا نزبر لا تعقيد أنا ويد ميشو نصرالي نغ ميشو يهودي نغ ميشو نسي متع من ميشو لي مجلسو تعقيد أنا خطر الخلق سيد ربي كيف كيف مرة أكدنا ولهني دقيقة نقرب كل مولود يولد عن الفطرة الكمية مثلا إذن ثيهوديث نثنصرانيث نثمجوسيث تجد العقيدة تجد العقيدة والديانة والتكال والتسوى وراثة لثن ساتين خاطر جمد المحايث تسوى وراثة تسوى وراثة للحواج إلى الدخل بالسلع الخلق خلق تشبح بوذن تبرك بوذن الصفة مرة أقوى إشي تسمخلف لعبة دوني ذي خلقيث أدرس 70 مليار لعبة الدولية ماشي كيف كيف الصفة مستحيل أدرس كيف كيف أبو سمعت ورقة للتجرام وانتفضل كيف كيف سمعت ورقة للزمور وزمر الله اتفض كيف كيف قل قدر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى إذن تسمخلف ذي خلقي تسمخلف ولكن العقيدة الحاجبة مكتسبة ذا حفظ ذا يحفظ ذا بيس العوام الخارجة إذا غير يتصغير ذا بيس باش أتصرف يوين ديلونا في الفطرة للإسلام أترد يهودي وإن الفطرة في الفطرة للإسلام أترد نصراني ما أترد مجوسي الله أكبر كما يتمثل إذن تمثل من العقيدة ما تسوى وراثنا ذيني لن تسلع عبد الماديات لن دخل السلع عبد إرسوى وراثنا ولكن اللوفان إسعان البراءة الأصلية ذي تمثال الشباب تجين ولتسيك أسمك الله أي يهودي أسمك الله اللوفان وإلا ذي يهودي أنصرانين أسمك الله اللوفان وإلا ذا أنصرانين غاسم أو ينيس ذي يهوديين ذي أنصرانيين ولكن الإنسان يولد على فطرة الإسلام ذي مو ينيس إثيارة لكنين سبحان الله أكايد مثل اللوفان يتسيد يتسيد أم ثورك تشلحات ثورك تشلحات أدغيان كفسي مو ينيس وثورك أن تشلحات سليمة قال فطرة الإسلام فهي الديمانيس باش تسيحو قفريد قول لك نثي دقيقة لك من نثي دقيقة فكريد على فطرة الإسلام ولكي ثورك أن تشلحات أدغيان كفسي مو ينيس أدغيان الفلسين سنعجل مياج بسفر اليهودي مثلا اليهودي اليهوديين أنصرانيين أدر ميتسن دار صرانيين إما جوسين أدر ميتسن دار جوسين أما كنت لنا أن من إزديان إرقراقا إدي تسي لوفان ما خضر بس يونس يخضر يمي أحد يغل أمني ملحن يونس يخضر السكولة فهو أمني السكولة ما ذكني جاف الكنكني جاف الكنكني أذقي الكنكني كالماء العذب ذا القراقم الله أكبر كما يتمثل
إذا الرفان يتسرد يهجد مانيش باش يقبل الدين أسيقال العبد غداخيس إما نفي الجرف ديالا نفي ديالو لكنيما ذا الفطرة للإسلام هذي كمل كان كنيما ولو كان ديالو يسعاري موينيس هذي كمل كان كنيما هذي كم أماكن ديالو لكن هذي فا ذي عبدك صيحا هذي فا ذي عبد إنسيم ذي عبد إكس تعرفون شوين دي دخير مو يأثر لنا في الناس إما وينيسنا المحيط الانفيرانما مو يأثر لنا في الناس هذي كمل كان كنيما دي فا الدفاع الي عن سيد ربي الحق سبحانه وتعالى ويختار من غورس ديما ويانيش الويجا اي سجن النفسيه من اللوفا ادخلوا فين العقليه ينس اكل الفطره ينس اتشوف غنديرو وفريدنا من الايدي وكنا ميديوري وفريدنا الهدى اثر من هذه الشغله وفريدنا السعاده اثر من الشكا وفريدنا الايمان اثر بالكفر سبحان الله لو كان ماشي ديما وياني شغله القم دائما الانسان على فطره الاسلام فأنا مش بوذي نعم مش وصلاني كيف مثلا غلوفان أفيد ربي غنسيل أم كان دفا أذي كمي كان عندي فطرة للإسلام دفا غنسيل دفا أذي عبد سيد ربي سحاب ولكن لو كانت تفضل مش ينسيل مش وبركاز الإنسلم مسلم كانت غلوفان يكويت بوذي ربي دكو خميس هذه فضي يهودية هذه فضي يهودية ما ننسى هل ستعلم في يهودية هذه دربية هذه فضي يهودية نعم هذه نصرانية هذه نصرانية سبحان الله كما يتمثل كل مولود يولد على الفطرة فطرة الإسلام إذا كل ونادي للأدلال في الفطرة للإسلام في الفطرة للدين الحنيف إذا إمويانيس أثر الدم ذي يهودية ما أثر الدم صرانية ما أثر الدم جوسية صدق تصرف جام أديرن شوفنا مشان أصل الخلق الخلقينس خلقناش وتشوش ديرا الجسش تشوش ديرا أين الناس داخلين تشوش ديرا ولكن التربية نديرين أي شوف النوفة عن ذي الفطرة للإسلام ذي الفطرة الدين الحنيف كذي دخل قصيدة رب الخالق سبحانه وتعالى هسجد النذري الذي يغيد وذين غد يغيد أنصارنا سبحان الله كما يتمثل لذلك النوفان غسل ميشو يهودية ما غميشو نصرانية إديوين على فترة الإسلام ما ذيك اللي يموت كانك ميض النوفان قامت العلماء غير الجنة الجنة هذه يويسي لرب الخالق سبحانه وتعالى خطر على فترة الإسلام إلا يموت وقبل ذي يوضع سن البلوغ باش دفنت نصراني ذيكس ما غدفنت يهودي ذيكس ما غدفنت مجوسي ذيكس يجنو يموت على فترة الإسلام ذي جنة والله أعلم تبقى العلماء أي مثل سبحان الله فقيم ذيوث الحقيقة يقلت شي ولي هذا باش نظر بلي الإيماوية نسعانا المسؤولية ثم قرحات ذي ترديان ماشي من الماكلة نغتسيت نغض النبسة مريرين دولو فلاثة ماشي الماكلة نغتسيت نغض النبسة ولكن ما أنشتكي ذي الله ويسعى الاعتبار ما لاثن قرن غير صارت جانات ضربين يولد على فترة الإسلام والسخسارة الترجام باش تشوف غضا في الفترة اللي فيه الدقيق سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أن شوية ذخن المجتمع المسلم يهينس عايشين غصم دنينا ما كاين على العموم ذي الإسلام إقلام داخل المجتمع ولكن تصربين بالروفة لا تنسينها في الصفات غير إسلامية عشان يقارنك ما كده يديم ذي ما يكتل بارت الفيس ما يديم وكاز ذاب الخير ذاب المسلم ذاب الأقدر يعمل سيد ربي سي حق يقدر الوالد ليس يقدر الجيران ليس يقدر العباد لذا نخدم خير مرة أما العباد السنة العباد والسنة هدى ربنا الرويس غفل بابا هدى ربنا الرويس أفل أخلاق قد حوم السيدة ربنا هدى فغانا مكني إلا نسى باب الخير هدى فغانا الرويس باب الخير هو ولد الاثنين ولكن لان أي ثمثل وماشي دروس هدريني ما تاسي لان ما زال هدي لان ميس هذا الحدث يسكشي الصفات اللي هرم الحسد
الكذب المكر شكوى الجام التمييز ايش تمييز يعني عيبان تحفظ في عون صريف وهنا نا وهي ماشي نا وهنا ندهن وهنا ندهن اشو هما باش يتكاثروا سنيش بان دينا ونسى مشطوحه لي ونسى تحفظ الدباباس القناو يا نيشي اللي كيديويهم المجتمع يفسد السحفه اللي ورونا اين دينا ربيهم اين دينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دينا الرفان على فطره الاسلام اسم كم يكن بقولي ذي نير ذي الفطرة ني لسه يسال يعرف تسيد ربيس الحقة يسال يدفغ ذيون العنصر باخي للمجتمع العنصر يجنف عن العنصر يخدم الخير إيمانيش الوالدينيش الجيرانيش المجتمع مرة أذي استفاد المجتمع الهس أذي انفع الغير خير الناس انفعهم الخيار ذي العباد أني هو ذوين يجنف عن ربنا فوس ربي تسطر خطر ريث مثلي لقنا عقليك باليوم ينقص الإيمان دقو يوم نغطاس غسل سمقي عباد سمتسات الكل ناس نسوي ذي الغفوية في المغم نضيثي ولكن نومينا لبلد يشي وخد دورنا على المثل سيدي ربي مشريح سبحانه وتعالى يقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا خصن أخسر قراني جاذر من الأب اللي قد يصدر من سلاد مثل هذا أدمين الدخلاق أن يدي سقسين في الأعمال مثل إلا تخسر ويجين قلوا من الأب شوية إلا تحشو لأبو ذاتني لبالك الموت هذا قفض الروح نسل لنا نضع بضنا حصرها يا حصرها ذا شاس نتخدم الحصرها دي ميرنا ذين خلاص عقضنا القيم ذين ولكن ماشي العذب اللي يفسد ولكن دي جدريا أليس فسد المزاني أدي يخدم أكونتور من السيئات تسلط غير خاف السيئات الجارية ما دار بين عبد الرويس للمفسدين ديال الأرض كان بوين أنا خدم لي تصحيتي بثي أثي تسلط غير خاف وقلت السيئات الجارية من بعيد الجور بين جيبوني ذي تعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له مسعى الولد الصالح يكتب عن فريد السيد ربينا فريد الدين فريد الحق يدعو سيخير أكن تصور الأجر نصرف جينس أكسور العباد الرحميس ونسكي أكسور يعفوه الوالدين وكذلك ماذا قال رب ديون الرويسة في الفساد السفرة في الفطرة اللي في ذلك دقيق سيد ربي سبحانه وتعالى كل مولود يولد على الفطرة السفري غص ظاهري انتبالد باللغة في الإسلام يفيد الصربي ولكن نخدم الفعيل ونخدم لا ينسينا نتظلى ولكن نخلط مرة ما كن نخدميت كامل يقنع قيكا خطر السينات ديننا ذا شوف ونعلمات ديننا ذا شوف فما بالك بالإنسان اللي يخدم من دينيس حشم طول الله عمر اسم الله هذه يوضع أزكام مريقة في سيد ربي هذه فرصة هذه الخدم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذه فرصة ثلاثة ظل ثلاثة الزكاة رصوا من الحج للصدقة خلاص كل شيء وحس هاي خطر المعاملة تنسو بالعالي افترى صار قلني قول الوسو بيعي افترى ويجدي بيغر الفير يجدي بيغر الفير للمفسدين سبحان الله ذين شويين ذي العصرنا العصر غيث مثل تمزون تم أي شيء أريد تربينا يعني يتربينا على ذا الرويس دخل المجتمع المسلم ذي الكروه ديام ذي الكراه ديام ير العيفة من سيد ربي الحسد ذي البغي ذي الغل سبحان الله إنما المؤمنون إخوة إنسي من بث مثل المسلم وأخو المسلم المؤمن وأخو المؤمن إنسي من مس إنسي من المؤمن دي مس المؤمن وقال شاكن أكثر كنا شاكن إذا من الإسلام سيد ربي ذن في محمد صلى الله عليه وسلم ذن الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله ذنش واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق كم لكن ماذا قد ربي دي اكتسب ورد سيد ربي دي شو تستجيب إسي دي تبان المستقبل الاخر في البنادم
ما درب بلا عذر وإيش قد يعقل بلي ذيون الاستثمار أشيد من تشفكر إما أن يخذ ما يذكر أنه يستثمر وين الهان أديوين من الهان غشي مثبابيس ولكن حسنة 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 هذا تصوت حسنة جارية ولكن ماذا قلنا يا رب البلا السفر المفسدين داخل المجتمع ذي نظريين ذي عنصريين ذي الجهلة كذا قلنا الأخر منا في تصوت الأخر وقل السيئات الجارية سبحان الله إذا إيه مثل إن في مش يحصل على الله وسلم يقول الحديث أجي أنا أقيم اليوم التصوب بالغ يكسر أفكرم الأمور باش نفهمك كل يتيقي حال الله فعلا ودي تسوى لك على الجهلية ودي تسوى لك على التموسنية ودي تسوى لك على قوين مرة أكو إلا معناه آثم لهنا غادون العالم الجهنة غير جهة النظام تسوى لك التشريحات فطرة الإسلام إيه قادي مانيش بالليم إيه قادي مانيش بالذي يلي دين سجل حقين أدي عبد سيدي ربي الحق أدي اللي دخل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولماذا مثلا غير مكون مثلا الصفة النظام كيف مثلا ودن قررنا يهوديين ماذا قلنا يفد إما ويليش دي يهوديين معلومة ثرب دي يهوديين ماذا قلنا يفد الدين صرانين وفد يفدني الدين صرانين ثرب دين صرانين ولكن ما قلنا يفد إما ويليش دين شيمن ولينا قررنا أثن السفرة فطرة للإسلام أثن استعلم أين نهارا أثن استعلم أين إذا ننظر لكم ينزكى ما نروح خطر وحذا نروح كل قبل يلي ولدي قبل فايز ويجني هذه فريون يسرد وينك خدم العامل لك تيريك بالظل لك ندفر هذا كم يتبع الدخل نسكى الدوغين ورمي الدوغين الشينينيك الدوغين الأهلين المرة أكثر وانت كسن المرة أكثر الدوغين أتسوى ذلك حين قلنا الشبحان أكد العامل لك العامل لك كم يتبع الدخل غس أتوير سيوت الصفة ويشوت زمر ضرب وتقرب إنه زمر ضرب هذا تقرب أكيد الله غاي ما أكينا ذي العملي كن كيني هو زمر ضرب يقدر ولا كش يخمن أكيد العملي إيشي نسأل قاعدين ماذا العري العري ما دري دري بكش يخمن أن دثر ولا في العملي دخل بخام الطيام ندود أسمع حاجة بحنا قش بحنا اليوم يعني ديش نسوي ضرر بيه ويثمن يقولونا للمجتمع الفطرة سيديسيه اللوفانية مثلا فطرة الإسلام فطرة الإيمان غسل لك لا يغاية الرنت إيماوية ليس ذا يهودية أنا الرنت ذا نصراني الثرف لاس ألمين إكفاض الفطرة اللي يجدي إيدي يوياك خطر الفطرة إيدي لون عامل تغيش إيدي لون مرة اللوفانة الدنيا فطرة الله التي فطر الناس عليها الناس أو عباد الدنيا مهما أكل يغوي للدين سلك يغوي للسكر سلك يغوي للمرأة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله خلق سيد ربي سبحانه وتعالى مرة أقوى يخلقتني سيد ربي على فطرة الإسلام وفطرة الإيمان إذن أكل يغوي للدين إذا يهودين لغدا نصراني الفطرانية أصغر من موينيس اليهودية أصغر من موينيس النصرانية ولكن إجمال بابيسة لكم يكنين إلى أبد الأبدي أذي مذكرك نس اليهودية النصرانية حاشا سيد ربي قعيم سبحانه وتعالى ولكن سيد ربي سبحانه وتعالى يخدر سيعب ذاكين أذي زرع الإيمان دقويس هذه يغاية حاشا بعد الفطرانية الفطراني سيبس هذه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله العوام الخارجي يعني مرة أكو أبرح تكمل هذه غرض الفطرة الإيمانية الإيمانية نزي في نخط القدس والكسالة أنت ما قالش حال اليهود اللي يكشلون الإسلام مش لا إله إلا محمد رسول الله أنت ما قالش حال دي النصارى هل اللي يكشلون الإسلام كما يتمثل ما يهدي مخرف ماذا ذي نسمينا في دي ربي الإسلام ماذا نصراني نسمينا في دي ربي الإسلام ولكن نشو كيف أفنسي مع دربيني الرويس ذخي الصفات اللي تنسلمت يقال عبد سيد ربي سيد الحق يقال عبد سيد ربي أنه قال سيد ربي ذو قررنا ذو تقيد من فعلنا دي المستقبل الزكاة
هذا نفعان إيمان الشلة نفعان المجتمع هذه لنا العناصر أي حمي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أتستوبى محمد والدين هذا خرف أرجع يا رب من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أرجع يا رب دوني ذيك في السنة ماشي بيومنا أولى الثغور الدوني ثيث مثلا أرجع يا رب دوني ذيك حمي سيد ربي دوني ذيك يتسمى قيل المصير عن سنة زكيانا الودث الدون ونتسمى قيل كان الحاذر وكان أنت دون أنت دوني فغينة نفسينا اللهم ألم الحق حقا وارزقنا اتباعه وألم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.